عن مباراة القمة، قال بالظبط أو نص الخبر: محمد فضل يكشف سر تأجيل لقاء القمة. محمد فضل قال، عضو لجنة تسيير أعمال اتحاد الكرة، قال إن تأجيل مباراة القمة موضوع أمني بحت، موضوع أمني بحت، وأنه لا مجال فيه الحديث عن أي اعتبارات أخرى. يعني بقى ان هو بيجامل حد على حساب حد والكلام ده كله، قال ان مفيش مجال للحديث عن الكلام ده خالص. ده محمد فضل. محمد فضل بالنسبه لنا عنده مصداقيه كبيره جدا، مصداقيته في تعاملاته. محمد فضل معروف قوي ان هو انسان شفاف جدا، بيقول اللي ليه واللي عليه، فخلينا يعني نقتنع بجزء كبير من كلام محمد فضل. واضاف انه اذا كان هناك ملاحظات في هذا الشان لاي طرف عليه العوده الى الامن. طبعا موضوع احنا كانديه بنتكلم مع اتحاد الكورة، ما بنتكلمش مع الأمن، فأنا يعني مش هعلق على النقطة دي، أنا ضدها بصراحة، لا سيما أن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الأمن. هل هو تأجيل عشان الملعب؟ أعتقد لأ. قال كمان فضل، أكد على العلاقة اللي بتجمع أو تجمعه مع جميع أعضاء لجنة الاتحاد وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير. ده كلام النجم محمد فضل، ومن ثم لا صحة لما يتردد أو لما يردده البعض بتقديم استقالتي من عضويتي للجنة. ده كلام محمد فضل. طيب، أهلي وزمالك، وكان مفيش أي مشاكل خالص، كلنا كنا عارفين المباراة تتأجل، طلع هتتلعب، آسف، طلع كلام زي ما احنا متعودين للاسف ان المباراه ممكن تتاجل، نشوف الدنيا هيبقى صداها ايه. المباراه اتاجلت، ما اتاجلتش، المباراه هتتاجل، هتتلعب في وقتها. لغايه امبارح مثلا قبل ما يطلعوا بقى الاعلان الرسمي، كان مباراه هتتلعب في وقتها، هتتلعب في القاهره، هتتلعب في ايا كان المكان، احنا ما كانش عندنا مشاكل. هتلعب بجمهور، هتلعب من غير جمهور، برضو احنا ما عندناش مشاكل. طيب، فجاه المباراه اتاجلت. عندنا حالتين، هنتكلم بمنتهى الصراحة، عندنا حالتين اللي اتقال أو أثير في الرأي العام أو الشارع الكروي، إن هو موضوع أمني وإحنا في كل الأحوال بنحترم قرارات الأمن كل الاحترام، وإحنا نادي من أوله لآخره بيحترم الدولة وبيحترم بلده جدا 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 جدا. هي اصلها مش ان احنا نكتب على نادينا احنا نادي ايه ونعمل ايه، هي مش بالكلام، هي ازاي انت بتفيد بلدك، وهنتكلم برضو على الموضوع ده. طيب، الاحتمال الثاني ان المنافس عايز ياجل مباراه، وده في حد ذاته بيديك انت كنادي اهلي، وده العادي بتاعك ان انت نادي بقيت مرعب لاي حد، وده برضو احنا لازم نحترمه. فالاحتمالين احنا ما عندناش مشاكل خالص يا جماعه خالص، احنا كاهلاويه احنا ما عندناش مشاكل، احنا بس بنبص لايه؟ ان احنا بنرتقي بالكره المصريه. بنرتقي بيها ازاي؟ ان المسابقه تكون مواعيدها معروفه زي ما احنا اتفقنا، ومواعيدها معلومه للجميع، وبنلعب الماتشات يوم كذا، مفيش تاجيلات، طالما مفيش حاجه يعني الدنيا مش هتتهد. ففي كلا الحالتين امنيا او ايا كان المنافس هو مين، ما بتكلمش على نادي الزمالك تحديدا او اي نادي هتلعبه، ايا كان المنافس هو عايز ياجل، فدي حاجه برضو انت تحترمها، ان انت نادي كبير جدا، نادي بقيت مرعب، فما فيش مشكله خالص. لكن خلينا اتكلم على قناعاتنا الشخصيه، قناعاتنا الشخصيه بامني، بشرطتي، بجيشي، انا مقتنع ومؤمن بيهم تماما. ان هو ممكن، مش هتكلم في مباراه بقى لان انت بتتكلم في جيشك وشرطتك، يعني انت ممكن الشرطه تامن ماتش وهي قاعده في البيت اساسا، ممكن الجيش يامن ماتش بره البلد اساسا. فانا مؤمن جدا جدا بشرطتي وجيشي وكل حاجه، ان ممكن يامنوا اي حاجه، ولو دخلوا في اي حاجه هم يطلعوا اسود منها. لكن ازاي انا بصدر ان في حاله مش طبيعيه في الشارع؟ دي المشكلة الأساسية يا جماعة. إزاي أنا بستثير الناس؟ إزاي أنا بعمل إثارة مفتعلة؟ إزاي أنا بصدر، أنا مش عايز أقول بصراحة الكلمة، يعني ما ينفعش أقول إن النادي الأهلي مش نادي بيحب بلده، يعني النادي الأهلي بيحب بلده جدا جدا، كلنا كأهلاوية ده الطبيعي، الطبيعي إن إحنا كلنا كمصريين نحب بلدنا. طب أنا أحب بلدي إزاي؟ إن أنا أكون إنسان شغال، فعال، محترم، عندي أخلاق، عندي مبادئ، عندي أسس، عندي كيان بحافظ عليه، لان كل الحاجات دي في الاخر بتبقى في مصلحه بلدي، ان انا بمثل بلدي احسن تمثيل في اي مكان، ان انا بطلع في اي مكان الناس بتضرب لي تعظيم سلام،
ان انا بروح اي دوله الناس بيتباروا وبيتسابقوا ان هم يخدموني عشان انا نادي الاهلي، عشان انا برفع اسم مصر لفوق، عشان انا اي بطوله بروح بموت عليها عشان في الاخر يقولوا ده نادي مصري اسمه النادي الاهلي بجماهيره بادارته على مدار التاريخ كله بلاعبته. ناس محترمه جدا، ناس عارفه يعني ايه قيمه مصر، عشان كده بيشتغلوا وبيموتوا عشان يرفعوا اسم مصر لفوق. مش لازم اكتب بقى على النادي الاهلي اصل انا نادي واحط. طول عمرنا بنشتغل وبنسكت، طول عمرنا بيساء الينا وبنسكت عشان احنا واجهه. انت واجهه، انت كنادي اهلي واجهه، واجهه كبيره جدا، واجهه ويتعلم منها الناس كمان ازاي الاحترام والادب والاخلاق. وعندك اسس وعندك قواعد وعندك مبادئ الناس تيجي تشوف. وكلامنا مش مجرد كلام، هو افعال، والتاريخ بيدونها وبيسجلها بحروف ذهب عشان النظر الضعيف يشوفها، وحروف كبيره جدا مكتوب النادي الاهلي في التاريخ، اسم كبير جدا ونسره زي ما انتوا شايفينه كده. فكون ان انا اصدر ان الاهلي مش عارف ايه وجماهيره مش الكلام ده، طبعا مفيش مجال ان احنا نتكلم فيه.